ان شاء الله ان شاء الله عن قريب نزيد نشوفوك كممثله. كاين مشاريع في مجال التمثيل ولا مشروع مستبعد بعد خيبه تلك الايام؟ فعلا هي خيبه صح، ما كاش شيء مستبعد، لكن دوكا قبل ما نحط رجلي في شيء تمثيل لازم يعني نخمم 100,000 خطره باش نخوض التجربه، انه الصدمه كانت شويه قويه علينا. اكيد بصح ان شاء الله تتجاوزي هذه الصدمه ونشوفوك. لا تجاوزها خلاص، لكن باش نتخطي خطوه واحده اخرى توجور كيقول لك اللي يقرصوا الحنش يخاف من الحبيله. صح صح. على كل حال انا راني متاكد انه جمهورك ماذا بيه يشوفك كممثله وتان كفنانه. انت نجمه فن وموسيقى ونجمه مواقع التواصل الاجتماعي ونجمه جوائز، واخر جائزه اخذتها نجمتنا كنزه مرسليه جائزه تزيرغيست. نروح نشوفوا استلامها الجائزه وهي تحكي لنا على هذا التتويج اللي نضاف التتويجات كثيرة في مشوار كنزة مرسلي.